رانا نحوسوا على الماء، ما نحوسوا حتى على شيء، ونحوسوا على الطريق، ونحوسوا على الخير يهدونا الخير، رانا في أزمة. تشتكي هذه السيدة حالها وحال قاطن مشتة مجازنسة التابعة إداريا لبلدية عين عسل بولاية الطارف، فالنقائص كثيرة ومطلبهم الأول توفير الماء وتهيئة الطرقات. رانا في أزمة، أنا مرة كبيرة مريضة بالسكر ومريضة بقلبي ومريضة بكل ما نهبط الويد نهبط نلقى روحي تحت لا هزيت وجبت راهو مي ويد مش شراب، الشراب نشرو فيه 7000 بدون ساترنا ب 100000 هلا غالب انا زواليه ما عنديش هلا غالب ولدي واش ندير نسحق وشاد ودولينا رانا مؤمنين رانا بيت ربي رانا نشهد وشهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله وعلى ما يخدم نروح البلديه يقول لي ما كانش حق اي حاجه ما كانش حق مالا وين نروحوا وين نروحوا قول لي وين نروح مالا نحن نسهلوا الطريق وليدنا رقيقه تروحي المحمد علي وتقرا هكا العيف الشتاء ها ولدي راه تسيتي ناقصنا راه لا مشى الاكليم يحبس الفرجيدير لا مشى الفرجيدير يحبس الاكليم ها وعلى نهدرنا هنا عندي شايب مريض بقلبه هنا مطيش ما يمشي الاكليم لا نهار عاو عليا لان احنا في الاستعمار قاعدين لازم يكون التريسيتي روحوا لسنغاز يقول لها دوسي تحت معدل القاله روحوا للقاله ولا مازال في الطارف الوقت وين احنا نعانوا كيما ياسر ياسر انا مضرورين رانا مضرورين ما كانش نهار العيد الناس تخمم عليكم عندي هنايا واحد الجباب بيتل باش يحصي به الوحده هذاك تاع الشيء لا كزري عاو عليا هاك تشوف الزيكا وتفزاك وتشوف كاينين الماء تقعد الزيكا كيما كحله ما تقعدش حكم الماء المنطقة من أكثر النقاط المعزولة هنا بولاية الطارف أين يواجه الساكن صعوبات كثيرة بيومياتهم المتعبة فهم وحسبهم لم يروا قط المشاريع التنموية تجسد بقريتهم ها قال ها وحمار واحد شو قدام الدوار يخدم علي كل واحد يقول نجيب علي هنا مرة الدوار ذاك مرة كارتيا ذاك كل واحد ماركحش خلاص يبي ماذا ما يأكلش تو هم طولوا علينا بالماء يروحوا الحديقة يبعثونا حتى ربعة ولا خمسة جواب من ثم ومن اللي يبعثونا يبعثونا من اللي يفتحوا العيون يفتحوا أرواح مجي ولا مجي قال كل دار يعطوها حمار وكل واحد يهبط بي نحن طالبين الترميم نتاع الديار خلصنا راي الملفات خلصنا عليها 500000 والآن ما كان حتى شيء كانت تدخلها تو تشوف كيما يفلقى منا مفلقى من داخل او كيهب الريح ونقول تحت عليا ومش لي حتى بلاشي الا غالب ما لقيتش باش تنشري الا غالب نشي نهدر عاونونا ما كانش وعليه كيما ترميم خلصت 500000 طلبوا 500 خلصت عليها وعطونا الباغط ها اليوم تجي وغدوه تجي ما كانش والو نشوف ها عندها 30 سنه وانا ساكنتها هاك تشوف لي الحاله هاك تشوف لي الحاله مالا نطلب من ربي اعطوني سكنه راه عندي واحد معوق وعندي طفله بمساحتها رجلها عندها ثلاثه اولاد وهي الرابعه وهي الخيه مسويسيه راني قد ما لقيت حتى والو ما باش تنعيش أمام هذه المعاناة يطالب السكان السلطات المحلية بإيجاد الحلول وتهيئة منطقتهم وتوفير متطلبات العيش الكريم نحن درك المنطقة ذي تخصنا ها هي طريق عم تشوف لها طوموبيل بها تطلع درك ما تقدرش نحن نسحقوا الماء الماء هو الأول والطريق هكا نهضرنا عليها والزيك وكما نقولوا نحن حاجة كيف نقولوا نحن لاري وانا في هذا الوقت ما عدناش الماء صيف كامل وبالدليل واتصلنا بكل الجهات ما كانش كاين حي اخر في الجهه الاخرى ما يصلوش الماء خلاص اتاتا ضف على ذلك الاناره العموميه وراح الاناره العموميه كاين التريسيبس الاناره العموميه غير موجود الطريق الرابط بين الاحياء الاناره العموميه كتبعتها كاع في جبل ماهيش في الطريق لاري علاه ما ولادنا يقروا نقل المدرسه ضعيف خلاص يديها من الصباح ويجي من العشيه هذه الطريقه تشوفها درك واحد عنده مريض ما يقدرش عبا يوصل تكفل حقيقي بانشغالاتهم ما يريده القاطنة هنا لإعفائهم عن البحث عن دلو ماء في سنة 2021